أنا في نقطة الكيلومتر رقم 800 على المستوى التاريخ الولائي رقم 4 رابط بلدية مسكانة وبلدية بلالة باتجاه ولاية تبسان تاريخ بلدية المرصد. هنا كانت إشغال إنجاز منشأ فني مشروع قطاعي مسير من طرف مدير الشرعة العمومية لولاية أم الباقي. في إطار الإشغال هذه درنا إحنا منحرف ترابي لسير حركة المرور نتيجة الأمطار اللي تهطلت ليلة الأمس. اليوم على حوالي الساعة الواحدة والنصف زوالا نتيجة السيول الجريفة جرفت هذيك الانحراف الترابي مما أدى لقطع الطريق. الآن مصالح الدرك الوطني وإشغال العمومية درنا تدخل لسير حركة المرور. تم تحويل سير حركة المرور باتجاه طريق البلالة في انتظار استكمال الاشغال ان شاء الله عندما الاحوال الجويه تعود الى الحاله العاديه.